طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونون بصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله راح أحاول أشرح المحاضرات اللي حملتها على المودل، أو جزء من المحاضرات اللي حملتها على المودل. اليوم نتكلم عن Lecture 1. Lecture 1 تتكلم عن الكباستر والإندكتر. الكباستر والإندكتر كم مرة عليكم دراستكم أثناء الصف السادس أو ما قبل السادس في مراحل الإعدادية، إلا كم مرت عليكم الكباستر والإندكتر. فإن شاء الله اليوم راح أركز على الشغلات المهمة في الكباستر وفي الإندكتر، وكيف نتعامل معاهم، وفي حالة ربط التوالي والتوازي للكباستر، في حالة ربط التوالي والتوازي في الإندكتر، وكيف نوجد القيمة النهائية أو المحصلة للكباستر والمحصلة للإندكتر. فنبدأ مع الكباستر. الكباستر تعريف بسيط جدا، is a passive element that stores energy in a form of electric flow. هي عبارة عن عنصر خامل، وهذا العنصر الخامل له القدرة على خزن الطاقة على شكل مجال كهربائي. يعني اختلاف الكباستر عن الريزيستر أن الريزيستر لا تخزن الطاقة، وإنما تبدد الطاقة على شكل حرارة. الكباستر لها القدرة على خزن الطاقة، والطاقة تخزن على شكل مجال كهربائي. الرمز الكهربائي للكباستر هو هذا الرمز، فأي دائرة كهربائية تجينا بها وجود بها هذه الرسمة، هذا يعني أنه هذه كباستر، والوحدة اللي تقاس فيها الكباستر هي الفارد. القانون المهم في الكباستر هو قانون رقم 1، اللي من خلاله نحسب التيار المار في المتسعة أثناء تسليط فرق جهد أو أثناء تسليط فولتية. التيار I equals C dV by dt. dV by dt هي عبارة عن مشتقة derivative اللي ناخذها بالرياضيات ومتعاملين معها بشكل كثير. ايش معنى انه التيار يساوي لنا C dV by dt؟ هذا يعني انه التيار والفولتية يتغيران مع الزمن في المتسعة. اذا هنا دخل عندي تأثير الزمن في المقاومة. ما كان عندنا اي تغير في الزمن، كان عندنا الفولتية حسب قانون اوم يساوي لي R في I. الآن لحساب التيار لازم نشتق، وهذا الاشتقاق هو مقدار تغير الفولتية مع الزمن. وبالتالي دخل عندي هنا مفهوم الزمن. هذا يعني أن المتسعة تخزن الطاقة لكن تحتاج وقت حتى تخزن الطاقة، والمتسعة تفقد الطاقة أيضا لكن أيضا تحتاج وقت حتى تفقد الطاقة. وهذه العملية يسموها عملية خزن الطاقة أو الشحن يسموها تشارج، وعملية فقدان الطاقة أو عكس الشحن يسموه discharge. راح إن شاء الله نتوسع أكثر في المحاضرة الثانية عن عملية charge والdischarge. فنأخذ مثال رقم 1. مثال رقم 1 المطلوب من عندنا نوجد قيمة التيار المار في المتسعة للأشكال الموضح عندنا شكل رقم 1 وشكل رقم 2 أو شكل رقم A وشكل رقم B. كل الطاني قيمة المتسعة 2 بار. بس أنبه على شغلة مهمة هنا يا طلاب، هذه الرسمة يسموها ويف فورم، راح نجي نتعامل معها إن شاء الله في محاضرات أخرى، لكن بس حتى نجي هنا نتعامل معها بشكل بسيط. الويف فورم كل مرت عليكم بشكل كثير، الإكس أكسس هنا عندي الزمن، والواي أكسس هو قيمة الفولتية، كذلك أيضا بالنسبة لشكل بي، الإكس أكسس هو الزمن، والواي أكسس هو الفولتية. نلاحظ بالموجة A أن قيمة الفولتية ثابتة ما تتغير مع الزمن، إذا هذه موجة دي سي. إذا هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن موجة دي سي، خط مستقيم لا يتغير مع الزمن. إذا الفولتية للمعادلة أو للرسمة الأولى اللي هي رسمة أي، إيش راح تساوينا؟ أجي على الرسمة 5، ما متغيرة مع الزمن، لا تعتمد على الزمن. إذا أكتب فولتية تساوي 5 لكل قيم الزمن. والرسمة الثانية، هذه الرسمة كم مرت عليكم، هي عبارة عن رسمة ساين. فالفولتية ايش راح تساوي؟ راح تساوي لي 5 على اعتبار قيمة البيك، 5 ساين تي او 5 ساين اوميجا تي. اوميجا تي، اوميجا راح نجي عليها بعدين اشنو هي، لكن حاليا خلينا ناخذها 5 ساين تي. فاني الخطوة الأولى حتى أوجد التيار لازم أوجد الفولتية بدلالة الزمن. فالشكل A الفولتية تساوي لنا 5، والشكل B الفولتية تساوي لنا 5 ساين تي.
الخطوة الثانية بعد ما أوجد الفولت هي أكتب القانون اللي هو قانون رقم واحد سي دي في باي دي تي. يعني بعد ما وجدت الفولتية أشتق الفولتية أضربها في قيمة المتسع اللي هي 2 فاراد وأوجد التيار بدلالة الزمن. فإذا نيجي على الموجة أي جت قيمة التيار الفولتية العفو بالنهاية 5 فولت، واشتقت الخمسة جد ما متغيرة مع الزمن إذا مشتقتها صفر. إذا التيار الذي يمر في المتسعة يساوي لنا سي في صفر ويساوي صفر أمبير. الرسمة الثانية قيمة الفولتية هي 5 ساين تي، اشتقت الخمسة ساين تي شنو هي؟ هي 5 كوساين تي. قيمة التيار ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا قيمة المتسعة اللي هي 2 في 5 كوساين تي، فاثنين في 5 كوساين تي هي 10 كوساين تي. وهذا الحل موضح بالتفصيل في هاي الصفحة. كتبنا القانون، اشتقينا، رسمنا شكل اي مشتقتها صفر، اذا التيار صفر، وتم رسم النتيجة كما موضحة هنا. شكل بي انها عبارة عن ايش؟ عبارة عن ساين، مشتقة الساين هي كوساين، وكان قيمتها 5 ساين اوميجا تي، مشتقتها 5 كوساين اوميجا تي او 5 كوساين تي، ضربناها في قيمة المتسع اللي هي 2، صارت شنو؟ صارت 10 كوساين اوميجا تي. ورسمة الكوساين بسيطة جدا كم مرت عليكم ايضا بكثرة، وهذه عبارة عن رسمة الكوساين. فأتمنى يكون هذا المثال واضح كيفية ايجاد التيار المار في المتسعة عند تسليط فرق جهد. الخطوة الأولى نوجد الفولتية، الخطوة الثانية اشتق الفولتية، الخطوة الثالثة نطبق القانون اللي هو سي دي في باي. هذا القانون مهم راح نتعامل معه بكثرة إن شاء الله في محاضرات لاحقة. الأمر المهم أيضا في الكاباستر في المتسعات هو قانون خزن الطاقة. احنا قلنا المتسعة لها القدرة على خزن الطاقة، فأكو قانون من خلاله نقدر نوجد كمية الطاقة المخزونة في المتسع. هو هذا القانون W معناته الانرجي يساوي لنا نصف سي في سكوير، ووحدة الانرجي هي الجول. فأوجد قيمة الفولتية، أربع الفولتية، أضربها في المتسع، أضربها في نصف، يطلع عندي مقدار الطاقة المخزونة في المتسع. أكو اشتقاق موجود في الكتاب المنهجي اللي احنا نعتمده، اعتمدناه بالكورس الأول. بالإمكان الطالب اللي يحب يعرف الاشتقاق منين جاء يرجع على الكتاب اللي هي تشابتر 7 الفصل السابع، الكتاب اللي هو اسمه Engineering Circuit Analysis الطبعة الثامنة. أيضا في المتسعات عندنا ربط التوالي وربط التوازن. كنا أخذنا ربط التوالي والتوازن للمقاومات، اليوم راح نتكلم عن المتسعات. في المتسعات ربط التوالي هو يساوي لنا ربط التوازي في المقاومات، يعني إذا كان عندي متسعتين مربوطات على التوالي المحصلة لهم أشنو هي؟ حاصل ضربهما على حاصل جمعهما، يعني المتسعة عكس المقاومة. إذا المتسعة إيش؟ عكس المقاومة، كما لاحظنا بهذا القانون كيف حيوجد المحصلة المكافية لأكثر من 2 كاباسيتر، عندي 1 2 إلى n. في ربط التوازي حتى نوجد المحصلة عملية جمع اعتيادية، وهذه كأنما ربط التوالي في المقاومات والريزيستر. إذا في الكاباسيتر هي عكس الريزيستر، وكم مرت عليكم أيضا سابقا. فهذه أيضا مهمة، ربط المتسعات توالي توازي مهمة. هذا كل ما يتعلق بالمتسع، حاليا هذا كل ما يتعلق بالمتسع. فالشغلة المهمة اللي أريدكم تعرفوها أن المتسعة لها القدرة على خزن الطاقة، قانون التيار للمتسعة، وكيف نوجد التيار إذا سلطنا فارق جهد، وربط المتسعات توالي توالي. ننتقل الآن إلى إيش؟ الملف الكوندكتر أو إندكتر يسمى العفو. فإندكتر يرمز له برمز L. الإندكتر أيضا عبارة عن عنصر خامل له القدرة على إيش؟ خزن الطاقة، لكن على شكل مجال مغناطيسي. في المتسعة كان مجال كهربائي، هنا عبارة عن مجال مغناطيسي. الرمز الكهربائي للملف هو هذا، كمل عليكم أيضا، عبارة عن سلك ملفوف، والوحدة مالته هي الهنا. علاقة التيار والفولتية في الملف هي تمثل بالقانون الآتي، هي V تساوي ل L dI by dt. D
في هي الفولتية المسلطة، العفو، الفولتية اللي أنا أريد أحسبها أثناء تسليط مصدر تيار في الملف. عندنا هنا التيار ILImode، طيب إيش قد ولد لي فولتية على طرفي الملف؟ نحسب من هذا القانون. أيضا هذا القانون خلينا نستنتج أنه الملف أثناء فقدانه للتيار أو أثناء شحنه بالتيار يحتاج إلى زمن. ليش؟ لأن عندنا التيار متغير مع الزمن. إذا هنا أيضا دخل الزمن عندنا. إذا في المتسعة وفي الملف نحتاج إلى زمن لعملية التشارج، ونحتاج أيضا إلى زمن لعملية إيش؟ الديسشارج، شحن وتفريغ، شحن وتفريغ. حتى نعرف كيف نطبق هذا القانون نجي ناخذ المثال الموضع 2. The waveform، هذه يسموها waveform، عبارة عن رسمة x y، الاكس هو التي الزمن، والواي هو ايش؟ عبارة عن قيمة التيار. shown below موضحة بالشكل الآتي: find V الفولتية خلال الملف، وقيمتاني قيمة الملف اجي 3 هنري، عندي A وعندي B، عندي A وعندي B. طبعا ال A هو السؤال وال B هو حل ايش؟ للسؤال. يعني هذه فرع B هو الرسمة مال A يعني الناتج. شوف نشوف هنا I of T، هنا V of T. احنا شو نريد؟ نريد نوجد قيمة الفولتية. هو كان اعطاني موجة ايش؟ موجة التيار، وكان وجدنا ايش؟ الفولتية هنا. كيف وجدنا الفولتية؟ كيف وجدنا الرسمة مالها؟ خطوات الحل كالآتي: أولا نوجد التيار بدلالة الزمن، ثانيا نشتق التيار، ثالثا نطبق القانون الآتي اللي هو L D I by. هذه الموجة إذا أجي أدحك عليها أو أجي أشوف هاي الموجة، أشوف هنا تبدي بالناقص واحد سكند، طبعا ما عندنا زمن بالسالب لكن رياضيا ناخذ الزمن بالسالب، بالناقص واحد وتنتهي وين؟ إلى الثلاثة. وأيضا هذه الموجة من ناقص واحد إلى صفر عبارة عن سلوب ميل. بعدين من صفر إلى اثنين تصير إيش؟ خط مستقيم. خط مستقيم قلنا هو الدي سي. بعدين من اثنين إلى ثلاثة تصير مرة أخرى إيش؟ عبارة عن ميل سلوب. إذا حتى أوجد الفولتية لازم أقسم الزمن من ناقص واحد إلى صفر. أكو قانون للتيار اللي هو معادلة السلوب هذا. ومن صفر إلى اثنين أكو قانون آخر للتيار اللي هو معادلة الخط المستقيم. ومن 2 إلى 3 أكو قانون آخر للسلوب اللي هو من 2 إلى 3. عملية إيجاد الميل اللي هو يسموه الميل أو السلوب إن أخذتوها بالرياضيات، فأنت المطلوب من عندك أشنو؟ توجد الميل من ناقص 1 إلى 0. اعتبر عندك هاي الموجة من ناقص 1 إلى 0، كيف أوجد معادلتها؟ بعد ما توجد معادلتها تشتق، تضربها في قيمة الملف اللي هو كان أعطاني 3 هنري، طلع قيمة الفولتية. راح تطلع عندي قيمة الفولتية من ناقص 1 إلى 0 قيمتها 3 فولت. بعدين أجي من 0 إلى 2 شقد قيمة التيار؟ 1 ثابت صح؟ ما متغير مع الزمن. واشتقت الواحد كم؟ 0. إذا الفولتية 0. شوف من 0 إلى 2 شقد الفولتية؟ 0 اللي هو بشكل بي. الخطوة الأخيرة من 2 إلى 3 لازم أوجد الميل، وهذا راح أخليها عليكم أنتم أو احتمال موجودة هي هنا الخطوات لكن ما موجود المعادلة. معادلة لازم انتم توجدوها. عملية ايجاد الميل او السلوب عملية كلش بسيطة كنا اخذتوها اثناء دراستكم السابقة. فمن الاثنين الى الثلاثة توجد ايضا معادلة الميل، وبعد ما نوجد معادلة الميل نشتق وراح نضربها في قيمة الملف L، وبالتالي راح نشوف انه قيمة الفولتية قيمتها ناقص 3 من 2 الى 3. عندما يكون الزمن أكثر من 3 جت قيمة التيار 0. إذا أجي أضرب 0 في L يطلع لي قيمة 0. فهذه الخطوات اللازمة حتى نوجد مقدار الفولتية أثناء تسليط تيار على الملف. نوجد المعادلة، نشتق المعادلة، نوجد معادلة التيار، نشتق معادلة التيار، نضربها في قيمة الملف بعد ما نطبق القانون V يساوي L di by dt، ونطلع الناتج. وهنا كنت شرح السؤال بالتفصيل. فالمطلوب من عندكم توجدون فقط الميل، توجدون فقط الميل الفترات الزمنية الموضحة أعلى، وراح تشوفون هاي الرسمة تطلع عندكم بكل بساطة. أي
أيضا قلنا إحنا الملف يخزن الطاقة على شكل مجال مغناطيسي، فحتى نوجد قيمة الطاقة المخزونة في الملف نطبق على القانون، نصف L I سكوير، نصف L I سكوير، نوجد التيار نضربه في قيمة الملف ونقسمه على 2 يطلع لي مقدار الطاقة اللي تقاس بالجول. الشغلة الأخيرة اللي أريد أنبه عليها في هذا الملف Lecture 1 هي لف ربط الملف على التوالي Inductors in series وInductor in inductors in parallel. نعامل الملف وعاملة ايش الريزيستر في حالة التوالي جمع وفي حالة التوازي نطبق هذا القانون كما موضح. اذا كان عندي ملفين على التوازي المحصلة لهما ستكون حاصل ضربهم على حاصل طرحهم. اتمنى المحاضرة تكون واضحة، واتمنى من عندكم تحلون الاسئلة الموضحة هنا بشابتر 7 في الكتاب اللي هو Engineering Circuit Analysis الطبعة الثامنة Practice 7.1, 7.3, 7.4, 7.7 and 7.8. حلوا هاي الأسئلة، أي شيء ما واضح إن شاء الله نتناقش به المحاضرة القادمة. هذه عبارة عن مقدمة بسيطة لموضوع Transient Analysis اللي هو إن شاء الله راح نشرحه بLecture 2. فأتمنى تفهمون هاي المحاضرة وإن شاء الله نحاول نكمل Transient Analysis Lecture 2. مع جزيل الشكر.